مشاهدينا، احنا متواجدين في مدينة العرائش في اول يوم من كاستينغ الاكبر مسابقة لاكتشاف مواهب نجم الجهة. نخليكم تكتشفوا اجواء المسابقة مع اجاد. نعم زينب، في مدينة العرائش وفي هذا المكان بالضبط غادي نستقبلوا جميع المشاركين اللي كيتسناو قاعة الانتظار باش نتعرفوا على المواهب ديالهم ويمثلوا المدينة ديالهم احسن تمثيل. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل، خليكم معنا. العرايش أولى محطات قافلة أكبر برنامج لاكتشاف المواهب على مستوى الجهة. توفدوا على مركز الكاستينغ مجموعة من الشباب اللي جاوا يشاركوا في المسابقة وكلهم أمل أنهم ينالوا إعجاب لجنة التحكيم. كاب راديو من الشمال للجنوب. أيا مرحبا بك. شكرا بزاف. انا فرحانه بزاف انني ان هذه القافله وصلت لمدينه العرائش باش تكتشفوا المواهب اللي كاينه موجوده في العرائش. الاجواء مزيانه، ما كاينش وجه ديال الارتباك والتخوف، ولكن مصاب اللي عنده شي موهبه يجي لهنايا باش يبينها ويبين القدره ديالو باش يوصل. سميتي ايا اليعقوبي، كمثل مدينه العرائش. حبيبي مهما سافرت ومهما بعيد ومهما غبت، يا روحي عني قريب مني. البداية ديالي كنت غادي في الشارع هيدا، مهم كنحرك فمي، قيت هيدا عرفت خرج مني صوت ديال الطيور، قيت غادي كنمارس وليت كنلعب على أصوات الطيور. هذه المرة معنا مشاركين آخرين ولكن كيديروا الراب. بغينا نعرفكم كيفاش تشتوا الكاستينغ وجيتوا تشاركوا. شفنا لافيش معلقة في مدينة العرائش وقررنا أننا نجيو ندوزو تحنا كاستينغ بحال خوتنا. أيا وقل لي واش فرحان من اللي ماشي في طريق الخاوية، هتقول لي الوالدين كاينين الدنيا هانية، فكر مرة واحدة لو مشاو الوالدين تجبر راسك وحيد زيد في هاد الدنيا لحنين الله رحيم زيد معاها الدنيا فانية. كاستينغ داز واعر، جبنا إن شاء الله يكون على الخير إن شاء الله. معك باقي ناقل اول مره تخلقت في هذه الدنيا. عبد الرزاق كي داز الكاستينغ؟ الحمد لله وهذاك بخير. تشكر لي جورينغ، قدمنا المستوى، عملنا اللي علينا والباقي على الله. في الاجواء ديال الكاستينغ كيتواجد معنا فنان مغربي معروف اللي هو السي جمال نعمان. سي جمال مرحبا بك. اهلا وسهلا، مرحبا بكم انتم عندنا في مدينه العرايش. هذا نهار كبير اللي كنشوف على ان كاينه واحد الاهتمام كينصب على المدينه وكيحاول يسلط الاضواء ديالو بالامكانيات اللي هي معروفه ومتاحه، وكيجي باش يتحمل التعب ويجي يشوف على ان كاينه في هذه المدينه مواهب. هذا كيبشر بالخير وانا جد سعيد جدا. الخاوه بحري كيف من العاد خرجنا خدمه في الصباح، انتم الفوق الفوق وحنايا ديما لتحت. خلي ما نقوي في الله وما تقطعش ياسر. نسبة كبيرة من المشاركين اللي جاونا من العرائش قدموا فن راب والأداء كان متباين من ناحية الكلمات واللحن والحضور. مدينة العرائش عرفت الحضور ديال العديد من المشاركين اللي تميزوا وشاركوا بصفة خاصة في الراب. خلينا نتعرفوا على هاد المشاركين يلا خرجوا من الكاستينغ. السلام، معكم لارا سيستم دماس سوجي اكس دماس تاليغرياس باودين يوسف الحميدي زوير باوم ياسين البياضي. أول مرة كنا كل واحد بوحده، أنا بديت في 2007 شيريبا في 2009 دينا تلاقينا. مهم كنا احنا قرينا إن شاء الله ابتدائي مع بعضياتنا وكنا صحاب، من بعد جابتها بشوية تولينا جروب. لا
سوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبوثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أسأل لليها أجيب لإخبارها إلى راهي مغبونة ولا مهنية ولا ما زالها تجبد عليا ولا خلاص هي ناسيا. اولا بسم الله الرحمن الرحيم كنشكر هذه المسابقه اللي فتحت لنا الفرصه باش نعبروا على المواهب ديالنا. انا والاخ بلال اللي كنكونوا واحد مجموعه ديال مدح النبي صلى الله عليه وسلم وكنتمنوا نتوفقوا في هذا البرنامج وشكرا. خير المتسابقين شاركوا بشكل ثنائي واستعمالهم لآلات إيقاعية خلق نوع من الضجيج وغطى على أصواتهم فقررت لجنة التحكيم باش تعطي فرصة لكل واحد أنه يبرز صوته بشكل فردي. صلاة والسلام على نور الأنوار وطير مع المسار وزيد الشان ومقدار صلى الله على محمد صلى الله على نبينا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. انتهى اليوم الأول من الكاستينج وكل المشاركين خدوا فرصة أنهم يعبروا على مواهبهم وكيبقى لجنة الحكم القرار في شكون اللي غادي يمثل العرائش. حياتنا مشات قربت تسالي حياتنا مشات كلشي كيعاني حياتنا مشات حياتنا مشات يا شكون احنا يا يسقسي فينا حياتنا مشات قول لي حياتنا دابا فين غادبينا شكون احنا يا يسقسي فينا حياتنا مشات ياو